أهلا وسهلا بيكم في قناة كزلون. درسنا النهاردة عن الظل والنور، إزاي أعمل الظل والنور بالقلم الرصاص وإزاي أعمله بالألوان. يلا نشوف. أول حاجة الأدوات اللي هستخدمها في التظليل بالقلم الرصاص، مجموعة أقلام. مش لازم تكون المجموعة دي كاملة، احنا بنستخدمهاش كلها. عندي يكون قلمين غامق اللي هو 6B وال5B، ووسط 3B أو 2B، والHB العادي اللي احنا بنشتغل بيه. أول حاجة هرسم الشكل اللي أنا عايزاه بالHB أو أي قلم تحت الB، ما يكونش غامق عشان أخد الأوتلاين بتاعه الخفيف وبس لحدود الرسمة. دي أول خطوة هعملها في الرسمة بتاعتي إن أنا هختارها. أنا اخترت شكل التفاحة لأنه شكله مدور، وكتير ما بيبقوش عارفين يجسموا الشكل المسطح اللي هو الدايرة يخلوها كرة، لأنه خطوات هقول لكم إزاي نعمل الشكل المجسم يبقى مستدير مع الخطوات اللي هنتبعها. الأول بحدد مكان الإضاءات البيضة اللي أنا هسيبها، ودي الخطوة دي بتسهل عليا كتير قوي، اللي هي بودرة الفحم أو بودرة القلم الرصاص. لو عملتها بالكتر ونزلت بودرة منها، باخد الشكل كله بطبقة خفيفة من بودرة الفحم كده. حولت لي الورقة البيضاء لدرجة الورقة الرمادي. لو أنا بشتغل على ورقة رمادي يبقى أنا مش محتاجة الخطوة دي، لأن اوريدي الورقة بتكون واخدة درجة أكتر من الأبيض. بوزع بطريقة بسيطة أو الغامق فين والفاتح فين. بيكون دايما الغامق على الأطراف لو الإضاءة جاية من الوش، ولو أنا الإضاءة عندي من الجنب يبقى الجنب التاني هو اللي هيكون غامق. أنا عندي الإضاءة في الرسمة دي مش كتيرة، جاية من فوق في الواجهة، يعني ما هيش بزاوية قايمة قدامها على طول. وهبدأ أظلل التظليل بحسب اتجاه الشكل، يعني الشكل عندي مستدير باخد بكيرفات، ما باخدش خطوط حادة. هو ده اللي بيديني الشكل المجسم للكورة، ان انا باخد الخطوط بتاعتي في التظليل بتكون بكيرف الشكل اللي انا بعمله، الشكل التفاح، وهيوضح اكتر في الخطوات اللي جاي. بحاول احط مساحات من الغامق اللي انا هستخدمه، وبمشي بنظام الطبقات، يعني ما بدوس على القلم جامد عشان يديني على طول الدرجة الغامق اللي انا عايزاها، لا، بحط اول درجة ووزعها في الشكل كله، وارجع تاني احط درجة تانية ودرجة تالتة لحد ما اوصل للدرجة الغامقة خالص اللي انا عايزة استخدمها. في حالة لو في عندي بقع سودة كتير بستخدم قلم الخشب الاسود. لو ما انا ما عنديش الالوان الاقلام البنسل السوداء، اخد القلم الاسود اللي موجود في علبة الالوان عندنا كلنا، الالوان الخشب العادية، وابدأ اوزع فيها الحتت الغامقة برضو بدرجة تقلي على ايدي على القلم بيديني درجة الغمقان بتاعتي. وزي ما قلنا الطبقات والخطوط الكيرف بشكل الشكل اللي موجود قدامي. لو انا مشيت بخطوط مستقيمة مش هتديني ابدا تقسيم التفاح. اهم حاجة في التظليل ان انا ابقى مش مستعجلة، لانه زي ما قلنا بناخد طبقات كتيرة عشان يديني التقسيم دوت. ما بقاش مستعجلة وامشي بخطوة خطوة. الغامق في البنسل انا ببدأ دايما بالغامق واسحب منه على الفاتح، عكس الالوان اللي هنشوفها دلوقتي. ببدأ من البقع الغامقة وبالقلم الدمج اللي هو الورق، او بقطنة الودان او بمنديل، ببدأ اوزع منه او اسحب منه الافتح منه. وزي ما احنا شفنا وبأكد ان عشان يديني شكل الكورة او الشكل المستدير للشكل اللي احنا بنستخدمه، ما يكونش الخطوط بتاعت التظليل بتاعتي ما تكونش رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لأ، زي النتشة كده من تحت لفوق، من فوق لتحت، ويبقى بحسب الشكل اللي هو الكيرف اللي موجود قدامي، مش خطوط مستقيمة ابدا زي ما انتوا شايفين.
كل ما امشي خطوتين ثلاثة في التظليل أبدأ أدمج بأدوات دمج كتيرة، زي ما قلت قطنة الودان، منديل، بورق الدمج، بالفرشة، بأي وسيلة أدمج بيها الخطوط مع بعض عشان تديني الظل والنور المطلوب مني أعمله. هفضل ماشية بالشكل دوت في كل الشكل، وهرجع أعيد طبقات وطبقات وطبقات، كل شوية أحاول أنظف الورقة من إيدي حوالين الشكل بتاعي، وهعمل لها الظل اللي هو في القاعدة بتاعتها، وهيبقى في الشكل النهائي هتشوفوه بعد شوية. هسيبكم تكملوا التظليل للنتيجة النهائية بيكون ازاي، وارجع لكم تاني في ازاي هنعمل شكل التفاحة ده بالألوان المائية. الشكل بتاعنا بقى في نفس التفاحة بالألوان المائية، بنبدأ دايما بالفاتح. الألوان المائية مختلفة عن البنسل، إن أنا لازم أبدأ بالفاتح وأبدأ منه أحط طبقات التظليل درجة ورا درجة لحد ما أوصل للغامق، لأن لو بدأت بالغامق على طول الألوان هتنشف مني، وصعب إن أنا أرجع أفتحها في الأماكن الفاتحة. باخد الشكل بتاعي بالألوان وبوزع بالمية على الشكل كله علشان أعرف أدمج هنا الدمج عندي بالمية، وأبدأ أوزع اللون الغامق في الأماكن الغامقة، وأفتح وأبعد عن الأماكن الفاتحة علشان تفضل مدياني الإضاءة بتاعتي. في فيديو عملناه إزاي أرسم البطيخ، إزاي أرسم الكمثرى، إزاي أرسم الفراشة، ورسمنا كمان شمسية بالألوان المائية، ازاي اوزع اللون وازاي اعمل الغامق والفاتح والتظليل عشان يديني التقسيم دوت. نفس الخطوات اللي عملناها في الفيديو التاني، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن هنمشي عليها، وتقريبا نفس الخطوات اللي احنا عملناها في البنسل بنعملها في الالوان عشان يديني شكل التفاحة المجسم بالالوان المائية.
دروسنا بتكون سهلة، سهل تطبيقها. لو عندك أي استفسار اكتب لي وأنا أكيد هرد عليه على الاستفسار. ولو لسه ما اشتركتش في القناة بليز اشترك في القناة، فعل زر الجرس لأن احنا عندنا يوم بعد يوم بننزل فيديو. في آخر الفيديو هتلاقي الصورتين جنب بعض تقدر تقارن بينهم في الظل والنور والتظليل بتاعها، أي واحد أنسب لك إنك تشتغل بيه. أسيبكم في متابعة الخطوات إزاي هنعمل نفس الخطوات، نعمل لها ظل ونعمل لها قاعدة قاعدة عليها، والتفاصيل النهائية للتفاحة. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وكان مفيد.